خلينا عشان نقدر نكسب الأسئلة اللي موجودة وتقدر تحلوا عدد أكبر من الأسئلة، خلينا أعطيكم هاي العلاقة. للأسف مش راح أقدر أشرح لكم شو يعني الفلكس، بس راح ناخدها as it is هلأ. بالوقت الحاضر انا ما شرحت لكم بالتفصيل ايش الفلكس، بس عشان نقدر نحل اكبر عدد من الاسئله وما تتعطلوش لما تدخلوا على الاسئله، هاي راح توفر عليكم. وعندي بولز، نمبر اوف بولز. هلا طبعا دائما لما بنقول بولز نقصد عدد البولز السنجلز، يعني مش بيرز اوف بولز. اوكي، اذا بدي اقول بير اوف بولز راح اقول بشكل صريح بير اوف بولز. بولز يعني عدد البولز، نمبر اوف بولز ان ذا ماشين. اوكي، هاي راح تسهل عليكم. اذا بتطلع، اذا طلعنا عدد البارلل باث صار عندي عدد كوندكترز معروف، واحنا قلنا زد ايش زد؟ زد بتساوي 2. من وين اجت 2؟ لانه كل كويل في طرف رايح وطرف راجع. وسي اللي هو عدد الكويلز، وان سي اللي هي نمبر اوف تيرنز بير كويل. ان سي نمبر اوف تيرنز بير كويل، يعني الكويل عماله بلف عليه عدد من اللفات. كل كويل او كل لفه فيها سلك رايح وسلك راجع. وبعدين عندي هون عدد الكويلز، توتال نمبر اوف كويلز. زد بصير نمبر، توتال نمبر اوف كوندكترز ان ذا ماشين. اذا استعملتوا هذا القانون، انا عارف هلا ما شرحت لسه السمبلكس وهذا، بس على الاقل هذا بخليكم تقدروا تحلوا مسائل اكثر من المسائل اللي اعطيتكم اياها. وين بهموني الزد والاي؟ باي قانون؟ تمام، ممتاز. اللي بدخلوا بكي مش هيك؟ فكي عندنا اللي هي كانت كي اوميجا فاي او كي اي فاي، هذه كانت تعطيني التورك، وهي كانت تعطيني الاي انديوس. واذا بدكم سموه تورك انديوس، انا بستعمل كلمه انديوس، هو الكترومغنتيك تورك بتولد في المشين. عندي الكي هون بشكل عام لاي مشين بساوي زد كي على 2 باي. فهون هذا ربطوا كل شيء مع الفلكس وعدد البول. لاحظوا هذا نمبر اوف بولز مش نمبر اوف بيرز اوف بولز، عشان تكونوا واضحين بالهاي. فبنحكي عن عدد البول، بس طبعا بول لازم تكون هذا رقم دائما زوجي. اوكي، ماشي، فاهمين هاي؟ هاي بتساعدكم. بس برغم ذلك، ممكن تدخلوا على بعض اسئله.